هدي كرم بفستان الزفاف مع احمد زاهر من كواليس مسلسل لؤلؤ. خليكم معايا لاخر الفيديو عشان نعرف التفاصيل كلها مع بعض. اهلا بيكم في قناة نجوم ومشاهير، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. يلا بينا نبدأ الفيديو. هدي كرم بفستان الزفاف مع احمد زاهر من كواليس مسلسل لؤلؤ. كشفت الفنانة هدي كرم عن صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل لؤلؤ للفنانة مي عمر، ظهرت فيها بفستان الزفاف في مشهد زواجها من الفنان احمد زاهر الذي يؤدي شخصية طارق نصار ضمن احداث المسلسل الذي يعرض على قناة اون. ونشرت هدي كرم الصور عبر حسابها على انستجرام وكتبت في تعليقها عليها من كواليس مسلسل لؤلؤ. وفي مشهد سابق من احداث المسلسل دخل طارق نصار الذي يجسده الفنان احمد زاهر مع زوجته داليا اللي هي هدي كرم في مشاهده، حيث عرفت داليا خبر زواج طارق من لؤلؤ بعدما شاهدت الصور على السوشيال ميديا، لكنه صدمها بانها متزوجة منه فقط من اجل المال، وهذا هو السبب الذي جعلها تستمر معه حتى الان. وشهدت الحلقة 25 من مسلسل لؤلؤ تطورات في الاحداث، حيث بدأ أحمد زاهر يشك ببودة الذي يقدمه محمد الشرنوبي بعدما أمر أحد العاملين معه بالبحث وراءه ومعرفة كل شيء عنه. وفي نفس الوقت تعيش لؤلؤ مي عمر في حيرة بسبب حبها البودة، وفي نفس الوقت تجد من طارق كل الحب والمعاملة الطيبة، كما تنصحها والدتها إكرام الذي تجسدها الفنانة سلوى عثمان بنسيان بودة تماما. ويذهب سيد والد لؤلؤ الى فيلة لؤلؤ وتقابله اكرام والدة لؤلؤ وتدخل في مشاداة معه. يتدخل مجدي الذي يجسده ادوارد ويطارده من امام الفيلا، وفي نفس الوقت يخبر طارق لؤلؤ ان هو قابل بودة وتنكر لؤلؤ معرفتها به تماما. وداليا ووالدتها يخبران طارق بان الجنينة توفى، وعندما يصل المنزل يكشف كذبتهما ويخبرهم انه كان على علم بهذه الكذبة من البداية، بينما تخبر نهال والدتها انها قررت الزواج من زميلها تامر بعدما وقف بجانبها بعد معرفته بكل شيء عنها، وتكذب عليه وتخبرها ان ابنته منى ملك احمد زاهر سافرت الى استراليا للدراسة ولكنها في الحقيقة ماتت. وتذهب لؤلؤ الى ورشة بودة وتطلب من مروة عدم دخولها معها، ويقابلها بودة مقابلة فترة وتسأله عن والديه وأنها تريد زيارتهم، ولكن يخبرها بأنهم سافروا إلى الأسكندرية. بعدها جلست لؤلؤ يظهر طارق أمام باب الورشة ويستعد للدخول عليهم. ليحبس هذا المشهد أنفاس متابعي المسلسل حتى الآن، إلى أن أنتظر الحلقة الجديدة النهاردة بإذن الله. وبكده احنا خلصنا الفيديو، ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتنا اول باول. كانت معاكم قناة نجوم ومشاهير.